بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طلبتوا مني هذا الموديل كامل عجبكم بزاف، يعني البنات لقيتهم قال لك حطي لنا طريقة خياطة هذا الموديل، أو بالأحرى هي طريقة سهلة، الفصالة ما فيها والو، سامبل خلاص، قندورة عادية، فقط حطي لنا طريقة الفصالة تاع الرقبة. الرقبة هي اللي جات باهية، ولا فاصون تاع كيفاش نركبوا لوبيي اللي هي القندورة هذه. البنات اللي ما شافوش الفيديوهات السابقة، هاي تبان طريقة الفصالة تاع الرقبة. راح ندير لكم كيفاش نفصلوا رقبة، كيفاش نخرجوا أي رقبة، مع أني متقاسمة ديجا هاد الفيديو راهو في القناة، لكن معليش خلينا نزيدو نعاودو والإعادة فيها إفادة. نعطيكم قياسات مضبوطة كيفاش نخرجوا هذا الشكل الهندسي ونروحوا للورق، يعني حنا نخدموا الموديل على الورق أو طريقة الرقبة على الورق. كيفاش ركبت لوبيي هنا في الدراع؟ ركبتهم ثلاثة طبقات فوق بعضاهم، وبعد ندمت اللي درتها باسكو الخيط كان شوية جاي بان لي في الرقبة، جاني خير، يعني أنا بديت بد لي برونش، كنت راح نعمل نفس الشيء، لكن لقيت لا، من الأحسن طبقت لوبيي على زوج بهذه الطريقة، هو لوبيي هكا، وأنا طبقته فقط هك، وميمطو نخيط، يعني مش خيطت ورحت كيما راه، يعني نطبق ونركب فوق القندوره. كيفاش نخرجوا الرقبه هذه؟ نعطيكم القياسات العاديه اللي المعمول بها، يعني نقولوا ستاندار داكور. ستاندار راح نخدموا على 8 سنتيم، 7 سنتيم، يعني القياسات راهي مقسومه على 2، 7 سنتيم راهي شويه صغيره، 8 سنتيم هي العاديه، واللي يحب يدير 9 اللي هي رقبه كبيره. نديو القياسات على 2، نحط 8 سنتيم، وعندي مثلا كل وحده تحط القياسات نتاع الزبونه نتاعها. انا عندي قياس الزبونه 23، والمعمول به يعني العادي هو 23، يعني من الكتف وهبط نحط 23، ومن بعد راح يروح سنتيم سنتيم تاع الكتف، ولما هنا نخيط راه نزيد نهبط سنتيم، يعني القياس راه يقعد هو ما راحش يتبدل، يعني يروح سنتيم في الكتف ونربح سنتيم في الخياطه هنا لتحت، هو نفسه. نعمل المستطيل اللي قلنا دائما هو اللي نخرجوا فيه الرقبه، يعني انا من المفروض ندير مسطره، لكن معليش نقدر ندير بالطريقه هذه مستطيل، ونخرجوا مع قياس الرقبه هنا لتحت. في هذا المستطيل هنا لداخل يا اخي راهي برك، راني ندير بالاحمر باش يبان، وانا الضوء ما مخلينيش نشوف، راني مدايره لا لونب مقابلتني. هذا المستطيل هو اللي نخرجوا فيه الرقبه. انا جبت باش نعطيكم عفوا قياس الرقبه اللي عجبتكم بالتحديد، اللي مجر اكزاكت، جبت اللي فصلته، يعني مزيان ما طيشتوش، قيتو حطيته دو كوتي باش نصور لكم عليه. حنعطيكم القياسات الحقيقيه نتاع الرقبه اللي درت، انا ندير العلامات ومن بعد نعطيكم بالسنتيم. هذه هي فقط البنات. نبداو العلامه تاعنا باش نقابلو بالعلامه اللي لهنا. انا طلعت بخمسة سنتيم في الجهه اللي بنت، خمسة سنتيم هاي، من بعد طلعت باش درت العلامه مقابله طلعت خمسة سنتيم خلاف، نعم خمسة سنتيم خلاف هاي، ومن بعد قداه خرجت هنا لداخل، يعني قداه جاتني هذيك الشوكه هنا لداخل، دخلت ثلاثة سنتيم هنا، ثلاثة سنتيم. تبعوا مليح، ديروا الكراس والقلم وصوروا لفاصة تاع الرقبه وديو القياسات نتاعها. من بعد نربط هنا، بعد راهي خط يعني يهبط من حاشيه تاع الرقبه للخط اللي هنا، للنقطه اللي درتها في خرجت في الرقبه في الوسط بهذه الطريقه. نتكع على طباشير، نعاود ندخل للعلامه اللي درت هنا لداخل، وهنا ندير تقويره خفيفه فقط. هذه هي طريقه الفصاله تاع الرقبه، نعاودها لكم باش تشوفوها اوضح بالماركور. ها
هاد الطريقة تاع اللي نديرو بها الرقبة البنات راكم تخرجوا بها أي رقبة حبيتو، أي رقبة، فقط تمرنوا تدربوا تمرسوا. غادي نقول لكم ونعاود لكم، يعني ما نملش من أني نعاود لكم، التكرار يعلم الشطارية البنات. قعدوا انسيستي وقعدوا عاودوا، كاغر جورنال بلاستيك لوحة وطباشير أي حاجة، أي حاجة تمرسوا فيها وتمهنوا فيها وتعلموا وتدربوا باش يدكم تحكم، تحكم على واحد الشيماتيزم، على كيفاش نقول التخطيط، تخطيط باش تخرجوا رقبة طابق موديل اللي ترزوا يديروا رشمات، لازم يدكم توالف على التخطيط. سهلة خلاص البنات، كما قلت لكم ديروا أي حاجة عندكم في البيت وقعدوا خرجوا فيها القابي، ونهار تعجبكم رقبة خبيوها وهي اللي تستعملوها في أي موديل من بعد تحتاجوه، أن ساشي ولا أن كالب الأخر، هذيك لي شوميز، وحطوا فيهم الحوايج اللي تعلمتي فيهم ولقيتيهم أنهم عجبوك، مثلا خرجتي رقبة كيما هذه لقيتيها عجبتك، نقصها ونحط طبعا القياسات اللي درت ونحطها في لا شوميز هذيك، ونهار نحتاجها طبعا نجبدها. درس اليوم كان قصير وخفيف ظريف، ان شاء الله تكونوا تستفادوا بما انكم كامل طلبتوا طريقه الخدمه تاع لوبيي. انا لوبيي منين بديت، من المفروض نبدا من اللورا، نبدا من اللورا هنا في الوسط، ومن بعد هذيك وين بديت لوبيي كامل وين بديت نتكي وحده على وحده، وباش ندير فينيسيون نحط فوقهم لا غارنيتور، يعني حبيت دي بيرل لي بول اللي كيما هاك، مارغريت كنوارات في لا غوبور، لا غارنيتور اللي تحطو تقعد من بعد هذيك وين بديتي تكاموفليوها. انا رحت بديت هنا من تحت وبعد ما عجبتنيش باسكو جات في الصدر، وليت نحطيت عليها لي بول هنا ايش ما جاتش باينه، لكن من الاحسن نخليو الخدمه في الصدر كامله نظيفه، نروحو نرجعو ونخليو هنا وين بدينا وين نكملو في الظهر. نمشيو الخط الاول ونروح ونهبط، هو الاول هو اللي نديرو، هو اللي ندير فيه الطول اللي نحتاج، ونعاود نطبق نديرو اون فليش كيما هكا فليشه، ونعاود نرجع يعني نطبق لوبي لتحت تخرج لنا هذا الراس المسنن، ونعاود نرجعوا للرقبه، ومن بعد تم يظهر لنا الموديل ونعاود نحطوا الجهه الثانيه. هنا يدخل فيها البنات الدقه، ويفو انسيستي على لا بريسيزيون، لازم تكونوا دقيقين النظر، مش هنا لوبي يكون لاصق في بعضه هنا يحصر ومن بعد يزيد يعاود يلصق، بعد هنا نشوف القندوره من تحت هنا لاصقه هكا، الخدمه ماهيش متقونه، لازم لوبي يكون واحد عند واحد، يكون واحد بعضهم متكيين، ناخذ وقتي في الخدمه، ما نزربش كيما الاخت اللي قالت لك على الزرب يعلمينا باش نزربو نتعلمو. الاخوات ما فيهاش كلمه نزرب، ما كاينش في نزرب، خذوا وقتكم للتعليم، هذا واش نقدر نقول لكم. لوبيي لازم تكون ماشينه خيطه تاعها متقونه، وكي تجيو تخيطوا فوق لوبيي ما تروحوش تزيكزاكي وتروحوا منه تروحوا من، كي نجي نشوف الخيطه نلقاها ساعه هنا ساعه هنا، دي فوا لوبيي منا ينوض منا منه، نو لوبيي نحطوه في الجهه اللي تقفل، هي اللي نعقبوا عليها اللي قفلناها طبقناها على بعض، هي اللي نعقبوا عليها الخياطه، واللي تجي جهه الرقبه هنا لداخل. طبعا الموديل ماهوش مقتصر على اللوبيي، شفتم تاني خدموه باللا دونتيل كيبيغ هذيك رقيقه، تقدروا تخدموه تاني بالكالون سويفا، تقدروا تخدموه بالسويفا قبيليه، يعني هنا الابداع يرجع ليكم، ابدعوا في ميدانكم. لا البنات نقول لكم هذا واش كان في فيديو نهار اليوم، يوم جميل يوم موفق، صحه بعد الفطور ومع السلامه.